نبدأها صريحة وواضحة ولمسة ولعبة زي ما بيقولوا، مباراة الزمالك والجونة شفتها ازاي؟ طبعا مباراة الزمالك والجونة طبعا مباراة يعني ما افرحتش نادي الزمالك ولا بسط جمهور نادي الزمالك. كان في عدم توفيق او عدم جدية للعيبة، كان عدم اصرار اللي هم عايزين يكسبوا الماتش، ما ادوش اهتمام للماتش بقوة، كانوا نازلين وعارفين ان هم هيكسبوه، عشان كده تتفاجئوا بالاداء او تتفاجئوا بالاهداف اللي دخلت فيهم، اخطاء طبعا سذجة جدا من خط الظهر، يعني نقط بتضيع على الفاضي لنادي الزمالك. لكن بتمنى من اللعيبه اللي هي تتعلم الدرس من ماتش الجونه. كنا نتمنى الماتش دوت ان احنا نكسبه، لان احنا كنا في احتياج ليه، ان احنا نفوق الفرقه بعد كده. بقى الماتش دوت ممكن يخلي بعد الماتش السوبر اللي احنا خسرناه بفعل فاعل طبعا، كنا بتمنى ان احنا نكسب الماتش الجونه يفوق كاس الفرقه. مصر قصدك؟ اكيد كان بتمنى ان احنا نكسب الماتش الجونه يفوق الفرقه في الدوري، لكن للاسف كان في تخاذل من بعض اللعيبه في الماتش ده. سمعتك بتقول بفعل فاعل، اكيد بفعل فعل عندك تعقيب؟ اكيد طبعا، كل الناس عارفه ان الزمالك خسر، احنا بنلعب فار مش بنلعب، احنا كنا يعني في الماتش نادي الزمالك هو الافضل هو الاحسن في الكوره، لكن انت بتلعب فار، فالحمد لله يعني ان احنا الدنيا كلها شايفه وعارفه ان نادي الزمالك خسر ازاي، مش اكتر يعني. فاحنا خسرنا ازاي؟ ما خسرناش كوره خالص، احنا خسرنا الفار هو اللي خسرنا في حسب ضربه جزاء. كنت شايفها ان هي قصدك حسب الجول اوف سايد، كنت شايفها حسب الجون اوفسايد وحسب علينا كل حاجه، يعني انا بحسبها ضربه جزاء لان ده اخر حاجه، يعني انت يعني بتحسب علينا حاجه يعني واضحه للناس كلها. ففي حاجات حصلت في الماتش، انت يعني معلش انا مش عايز اتكلم يعني فيها، لكن معروفه الناس كلها كانت جايه علينا الزمالك في التوقيت ده، وبعدين احنا الافضل، احنا ما كناش بنلعب حد، يعني احنا صدق اللي كنا ضيعت برضه كزمالك، ضيعنا، احنا ضيعنا الافضل في الماتش كله، يعني طول الماتش انت الافضل، انت اللي ماسك، انت الاستحواذ بتاعك انت، نادي الزمالك كان افضل كوره، لكن لولا بس تدخل الفار وتدخل الحكم اللي انا بصراحه مستغربه ان هو مش حكم كوره خالص، هو حكم مصارعه كان موجود معانا في الماتش ده، هو حكم برازيلي مش حكم دولي خالص، عامل كل الامكانيات اللي موجوده في الاستعداد للماتش ما عدا ما تجيبش حكم بالمستوى العالي اللي هو يبقى موجود في الماتش ده، فحاجه غريبه جدا طبعا. كلنا واضحه يعني ان انت خسرت ازاي، يعني مش ما خسرتش كوره، هل ما كانت خسرتش كوره يعني. نتيجة مباراة النهائي الكاس سبب من الأسباب الهزيمة في مباراة الجونة؟ اكيد هي مش سبب ولا حاجه، انا عايز اقول لك يعني هو ماتش الجونه استسهلوه اللعيبه، استسهلت من الماتش شويه، بس اكيد ليه اسباب، يعني انت من اكيد وجهة نظرك ايه اهم الاسباب اللي خسرنا بسببها المباراة؟ اكيد طبعا ماتش الجونه اثر، طبعا ماتش الاهلي اثر طبعا على لعيبه نادي الزمالك طبعا. في اسباب طبعا، في غياب زيزو اثر في الجزء اللي قدام بلا شك طبعا، في شايف لعيب غيابه اثر في المباراه دي؟ طبعا اثر طبعا زيزو، يمكن حتى زيزو لما طلع في الماتش الاهلي اثر طبعا، في حتى وجود شيكابالا طبعا قيمه كبيره طبعا واسم كبير، لكن وزيزو لعيب كبير بيدي اضافه للجزء اللي قدام. انت عندك مشكله في ماتش الجونه او ماتش الاهلي اللي انت ما عندكش الحد في الحد في الجزء اللي قدام، انت هو يخلص يقدر يترجم الاستحواذ ويترجم الشغل اللي بيحصل في الملعب اللي هو باهداف، كان زيزو يقدر يخلص لك في اي ماتش، في ماتش صعب يقدر يخلص لك ماتش زي ماتش الجونه، زيزو كان يقدر يعمل فارق في الاهداف من بدري يعني. شايف ان الدوري لسه في الملعب؟ طبعا اكيد لسه في الملعب، طالما لسه في ماتشات لسه في الملعب كل حاجه وارده، وما فيش اي مشكله، ونادي الزمالك نادي كبير واللعيبه احنا عندنا ثقه فيها، لعيبه كبيره ولعيبه ان شاء الله تبقى قد المسؤوليه الفتره اللي جايه، تكسب اللي عليك، تعمل اللي عليك وتكسب الماتشات اللي ليك، بس ما تخزلش في اي ماتش، يعني ما ينفعش تضيع بنط تاني، تعمل اللي عليك وتكسب كل الماتشات وفي الاخر تشوف النتيجه ايه، بس تعمل اللي عليك يعني. في ناس حتى بشوفها على السوشيال ميديا وعلى الانترنت رموا الفوطه، يعني رموا الفوطه بدري بدري، شافوا انه لا خلاص الدوري راح، احنا نركز في الكونفدراليه، لو هنلعب الكاس الجديد الدوري ما فيهوش رجعه، ويمكن انا ده الدوري اللي خدناه مع فريرا كنا تقريبا نفس المشكله، احنا مخلصين دور اول واحنا في نفس المركز متاخر يعني.
اكيد طبعا، لكن طالما في ماتشات لازم تلعب لاخر دقيقه، لازم تلعب لاخر ماتش، لازم تلعب لاخر نفس. ده الفرقه البطل، مالكش دعوه بحد، تكسب الماتشات بتاعتك انت بس وتشوف النتيجه في الاخر. لكن حتى لو انت ما خدتش، لازم تبقى انت في المقدمه، لازم تبقى انت محافظ على الجزء قدام. فما ينفعش ان انت تبقى نادي كبير او تبقى لعيبه كبيره وترمي الفوطه بدري بدري، ما ينفعش، لازم تكمل الاخر، تكمل النهايه. فده دي الفرقه البطل، دي الفرقه الكبيره يعني. فحتى لو انت اتعثرت او حصل لك ضربات او ايا كان، سوء مستوى ايا كان، مش مشكله، لازم تفوق بسرعه. ما ينفعش ان انت تسيب نفسك او خلاص ترمي الفوطه بدري بدري. اه بالظبط، ما ينفعش يعني. خليني اسالك، جدول الدوري العام هو سبب من اسباب ان تحس ان المنافسه متلخبطه، تحس ان انت مش فاهم انت بتعمل ايه، ما تعرفش راسك من رجلك، تكسب ايه تلاقي فين، مركز ايه، كسبت مباراه تطلع كم مركز، من انت عندك الاول فرق بينه وبينك اربع خمس ماتشات. الجدول ليه عامل كبير في الموضوع ده؟ اكيد طبعا ليه عامل كبير طبعا جدا طبعا. انت خاصه نادي الزمالك يمكن مر بشويه، لسه لما الامور استقرت لمجلس الاداره، لما عمل استقرار لحل المشاكل الموجوده في النادي ودعم بصفقات كبيره وعمل استقرار، فكان في ماتشات عدت يعني، في ماتشات نادي الزمالك ما كانش فيها على قد المستوى، لكن كان عندك مشاكل. لكن انت لما جيت حليت المشاكل بتاعتك لقيت نفسك في تخبط في الجدول، في فروق يعني، في ناس بتلعب قبلك، في ناس بتلعب في توقيتات تانية، فمش لصالحك الجدول خالص في بعض الاوقات، لان انت عندك ظروف بتبقى في افريقيا وماتشات بره، فمبقاش الموضوع ليك انت يعني صح. في فرق بتبقى مريحه، انت بتيجي تلعب فرقه الجونه بقالها فتره ما بتلعبش، وانت عندك ضغط ماتشات ورا بعض، بتلعب ثلاث اربع ماتشات وبعد كده تلعب ماتش، فاكيد في ارهاق. وجاي من كاس مصر وجاي من بطوله الكونفدراليه، في ارهاق لعيبه، غير لما انت تلعب فرقه جاهزه ومرتاحه وجاهزه بدنيا وذهنيا وكل حاجه، عندهم وقت كبير، غير لما انت تلعب فرقه لسه طالعه من بطوله، خسرانه بطوله في توقيت صغير، تقدرش تلم نفسها بسرعه يعني.